اختار مصالحنا الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة عن وقوع جريمة قتل مواطن بتاريخ 11/2/2023 في حدود الساعة 5 مساء. راح ضحيتها شاب في مقتبل عمر 25 سنة، تعلق الأمر بالمرحوم با سين. انتقل على جناح السرعة محققو الفرقة الجنائية بمعية فرقة البحث والتدخل إلى عين المكان، وبعد المعاينات الأولية المكللة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وضعت خطة محكمة من طرف القيادة تمثلت في تتويق مكان الجريمة، البحث والتحري المكثف، أين آلت إلى توقيف كل الفاعلين في ضرب وجيز وعددهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 28 سنة بمشاركة قاصر عمره 17 سنة، مع استرجاع وحجز أداة الجريمة المتمثلة في سلاح أبيض من نوع كرونداري، كما تم حجز كمية معتبرة من المعطرات العقلية مختلفة الأصناف قدرت ب 166 قرص مهلوس. تم تكييف القضية كالآتي: جناية تكوين جمعية أشرة بغرض ارتكاب جنايات، جناية القتل العمدي ما سبق الإسراء والترصد، جنحة طمس معالم وآثار الجريمة، كاد حيازة وإخفاء مواد صيدلانية ذات مؤثر عقلي بغرض الاتجار، تحريض قاصر على فساد الأخلاق وارتكاب جرم، والمشاركة على أن يتم تقديم كل الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتاريخ اليوم الموافق لـ 14/2/2023.